اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كيف لعب النادي الاهلي امام النادي الاسماعيلي؟ خلينا نشوف من خلال الشاشه. اتفضل. طبعا مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي يمكن هي ما كانش فيها فنيات كتير، ولكن هنبص بس كده على فكر ريكاردو سواريش في المباراه. هو كان بيعتمد على ان النادي الاهلي دايما بيرتد في الحاله الدفاعيه زي ما احنا شايفين كده بالخمسه 4-1، الخمسه اللي ورا مثلا شرقيه ومتولي وعبد المنعم ومحمد اشرف وكريم فؤاد وزياد طارق، هنا بيرجع يرتد وميكوسوني وفخري وميدو نبيل، وقدام طبعا احمد سيد غريب. فده شكل النادي الاهلي كان هو بيحاول يضيق المساحات طبعا قدام النادي الاسماعيلي على قد ما بيقدر، 5-4-1 وزي ما احنا شايفين الجناحين مرتدين وبيدافع في حوالي مسافه 30 متر. يعني يمكن لو قسنا المسافه هنلاقي ان هي 30 متر النادي الاهلي كان بيدافع والنادي الاسماعيلي هو اللي كان مستحوذ على الكوره. قيس كده لو حاول لو تعرف تقيس المسافه حتى ما بين احمد سيد غريب وشرقيه هتلاقي برضو ان المسافه اهي هتلاقي حوالي يعني 21 22 متر. أيوه. فهو ده انا شايف ان ده اسلوب دفاعي كويس، ولكن انا شايف ان النادي الاهلي المفروض يكون هو اللي بيهاجم، هو اللي بيستحوذ، هو اللي يكون بيسيطر اكتر، هو خاصه كمان ان احنا او يتقدم شويه. يعني يتقدم شويه مش ويكون لازم كل الشكل يبقى زون ديف. الشكل ده بيدينا احساس ان احنا بنلعب زون ديفنس. وهي لو حصلت مره ثابت اوكي ممكن تعدي، لكن احنا ما شفناها بتتكرر. طبعا اكيد هو معهوش تحصل امتى كريم برضو. هو طبعا هو معهوش اللعيبه وكل حاجه وبيلعب بالشباب وخاصه كمان ان احنا كنا بنلعب بثلاثه اساسيين بس وكان 7 ولا 8 من الناشئين او مش الشباب، ولكن دي بتبقى مقبوله شويه في الماتشات اللي هي في افريقيا بره ملعبك. لما تيجي تلعب الترجي في رادس، لما تيجي تلعب الوداد في المغرب، لما تيجي تلعب مازيمبي في الكونغو لكن في مباريات الدوري انت دايما بتبقى يفضل ان انت تكون الابر هاند، ولكن ده كان اسلوب لعب مكمل. نشوف بقى الراجل كان بيعتمد على ايه. ده الخمسه 4-1 زي ما احنا شايفين الشكل كده اهو، بيحاول ان هو يضيق المساحات وبيضيق زوايا التمرير، دايما بتقفل على لعيبه الاسماعيلي زوايا التمرير قدامهم، سايبهم بتحضر عند قلبين الدفاع. اول ما الكره بتوصل للاعيب الارتكاز محمد عادل بيبدا عمليه الضغط. هنا بقى النادي الاهلي بيقطع وبيعمل عمليه التحول، ولكن للاسف حته التحول من الدفاع للهجوم كانت سيئه. ليه؟ بس يعني خليك هين شويه عشان اللي بيلعبوا برده ما عندهمش الخبره الكبيره ان هم ينفذوا اللي انت عايزهم ينفذوه. طبعا بس شكل الهجمه المرتده كريم مش احسن حاجه، مفيش عمق هجومي، مفيش حد عامل لك العمق، مفيش تحولات، شفناش تحولات، وبالتالي ادي الفكر. يعني انا جايب لقطه بتبين لك الراجل كان عايز ان انا بدافع وبلعب دفاع منطقه وبعتمد على الهجمه المرتده. وجهه نظري ان ده لا، ده مش شكل النادي الاهلي قوي في المباراه دي، محتاج ان انا اهاجم وابقى انا الابر هاند، انا اللي ابقى الفعل ما ابقاش رد الفعل. انا النادي الاهلي اللي الفرق بتخاف مني، ده وجهه نظري. لا وحاجه ثانيه، هو كمان ممكن يستغل ان هو يعني مجلس الاداره شايل من على عاتقه المنافسه في الاسابيع الاخيره على الدوري، ان انا ممكن اخاطر. يعني ما فيش مشكله خالص ان انت تعود الشباب الصغيرين دول من دلوقتي يا جماعه احنا هنلعب بالسيستم ده وهنخاطر ولازم نهاجم ولازم ان احنا النهارده نضغط من قدام شويه. احنا انا بصراحه رافض تماما انك تزرع فكر ان انت بتلعب زون ديفنس في مثلا يعني 55 دقيقه من وقت الماتش. ده ما ينفعش انك بتزرع الفكر ده ولما تيجي تغيره اللعيبه تيجي تقول لك طب ما انت عودتني على النظام ده جاي تتغيره، فبتبقى مشكله. بعدين اللعيبه كمان بص تعالى نتفرج على اخطر دول. انا جايب اخطر هجمتين للنادي الاهلي في الماتش. الهجمتين جايين من امتى؟ لما الظاهرين بداوا يتحركوا جوه منطقه الجزاء. دول والاثنين اللي عاملهم حسام حسن على فكره. دي واحده، حسام حسن بعد نزول محمد محمود اللي اتاخر جدا في تغييره كاردو سواريش اتلعبت ليه احمد سيد عبد النبي اللي انا بعتبره واحد من المكاسب. احنا بقى والله عندنا لعيبه صاعده كويسه، عندك احمد سيد عبد النبي ومحمد اشرف الاثنين كويسين، باكات كويسين وصراع. هنا اللي عامل الفرصه مين؟ حسام حسن بيقاتل على كل كوره، وهنا طريقه اللي انت بتلعب بالهجمه المرتده حسام حسن مش مناسب ليها. حسام حسن عايز راس ماله العرضيات، عايز باكين بيطير وتعمل له عرضيات، لكن هو مظلوم في طريقه اللعب دي ان انا بلعب دفاع منطقه. ده مش ستايل، ده ستايل محمد شريف مش ستايل حسام حسن. هنا محمد محمود لما نزل بيعمل لك الفارق، بيعمل لك تمريره حاسمه اهو، واحمد سيد عبد النبي طبعا بيشيلها حارس الاسماعيلي محمد فوزي. هنا الهجمه جايه من خلال ايه؟ من خلال محمد محمود اللي كانت تغييرته فرقت واللي اتاخرت جدا، وهنا احمد سيد عبد النبي تواجده داخل منطقه الجزاء اللي هو الظهير الايمن بتاع النادي الاهلي. دي تعتبر اخطر فرصه. تعال نشوف الفرصه الثانيه الخطيره برضه. نفس الشكل، محمد فخري بيلعبها لمين؟ لمحمد اشرف. مين هنا اللي بيقاتل على الكوره؟ حسام حسن. نفس فكرة اللعبة التانية برضو، مين اللي جوه منطقة الجزاء؟ محمد أشرف اللي هو الباك ليفت. هنا أنت عندك، أنا بشوف إن الباكين دول مكسب جايين، سواء محمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي بعد سنتين تلاتة أعتقد إن هم إن شاء الله هيبقى ليهم مستقبل كويس. بص بيكمل هنا بيصدها طبعا حارس الإسماعيلي محمد
فوزي، هنا كان ممكن يتقل على كورته، كان ممكن الحارس يعمل معاه ضربه جزاء، كان ممكن يشتم تحت، بس لو كان تقل كانت هتبقى ضربه جزاء. خلينا بقى كابتن اسلام نختم ب احد ابناء العاملين، ان احد الابناء العاملين كانوا عاملين، يعني الناس دايما بتقول يا جماعه ابناء العاملين ابناء العاملين، لا مصطفى شوبير بصراحه بيؤكد ان هو حارس مرمى واعد، وشفنا له تصديات ممتازه في المباراه الاخيره، مش بس مباراه الاسماعيلي، الكره دي تصرف ورد الفعل بالنسبه له ممتاز جدا، والهجمه طبعا اللي كانت في الشوط الثاني، الهجمه اللي كان فيها يعني دبل سيف، خلينا نقول يعني مثلا الكره دي البوزيشن بتاعه ورؤيته للتسديده، وان هو محافظ على تمركزه، وازاي قدر ان هو يمسك الكره، لان الكره مثلا هنا لو هو اخطا وقعت منه على طول الفولو اب هيخش يعمل مشكله. نشوف برده هنا برده سرعه رد فعله والتمركز بتاعه دي صعبه قوي، جاي جدا، لا صعبه فعلا فعلا. كانت في الشوط الثاني الشوط الثاني دي كانت صعبه جدا جدا جدا، بنتكلم على سرعه رد فعله، بس دي برده راس، هي تحظه ان هي جت في نص الجون، بس هو واقف كويس بالظبط. دي الكوره اللي انا بتكلم عليها انا وثابت، كوره اتشاطت، عمل الدرايف، عمل الدايف بتاعه بشكل مميز جدا، وقام بسرعه عشان يلحق. طبعا اللاعب كان متسلل، ولكن اذا افترضنا ان هو مش متسلل، رد الفعل بتاع الريفلكس بتاع ايده ممتاز جدا جدا. حارس واعد، وبصراحه ربما انا في وجهه نظري ربما يكون من سوء حظه ان هو ابن الكابتن شوبير، الناس هتيجي تقول هو ابن شوبير ابن شوبير، لا بصراحه مصطفى شوبير قدر ان هو يستحوذ على اعجاب ناس كتيره بادائه وبجهده. ودايما يا جماعه عايزين نتفق على حاجه فعلا، ان اي رياضه اللعيب بدراعه كل امان، دراعك شايلك انت هتشيد بيه، دراعك مش شايلك وانت على مستوى خمس او ست مباريات ما قدمتش اوراقك، مهما 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 كان في دعم ليك وفي ناس بتساندك، لكن الجمهور مش هيقبلك، وهتلاقي ان طريقك في الملاعب مش بنفس الجوده لو انت اثبتت مش نفسك. هتوصله كمان يا كريم الفريق الاول، مستحيل والله، يعني مش هتوصله يعني مستحيل لو انت ابن احد ابناء العاملين، مستحيل توصلك مستحيل ان انت توصل الفريق الاول بالنادي الاهلي، رياضه جماعيه وان انت بتنافس حراس زي مين زي الشناوي، وبتنافس حارس، لا ومش شرط حارس، حتى لو لعيب في الفرقه، حتى لو بتلعب لعبه فرديه، اي نوع، طالما قررت انك تمارس رياضه فانت رصيدك هو دراعك ورجلك بس. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره وفيما هو قادم. زي ما قلت لحضراتكم ما تنسوش بدايه الكلام اللي اتكلمت فيه مع جمهور النادي الاهلي من خلال البيت الكبير، قلت لحضراتكم ان هناك عدد من الصفقات انتهى التعاقد معها بالفعل من مع النادي الاهلي، طبعا لفريق كره القدم، صفقات من داخل مصر وصفقات من خارج مصر، ان شاء الله سيتم الاعلان عنها تباعا بعد نهايه الدوري الممتاز. بشكرك يا احمد على وجودك معانا، انا بشكرك يا كريم على وجودك معانا، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا ان شاء الله مباراه الاهلي وامبي، بعد المباراه وقبل المباراه وبعد المباراه ان شاء الله هكون معاكم الاستوديو التحليلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ان شاء الله اشوف حضراتكم قريبا على خير، وكل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره. اشكركم واشوف حضراتكم على خير.